كان شغال تاجر خردة مع والده، وفجأة بقى عم أشقية مصر وكبير البلطجية اللي بيتعمل له ألف حساب. حكاية صبري نخنوخ اللي عليه علامات استفهام كتير بسبب الكلام اللي اتقال عنه، شوية قالوا إنه بلطجي وكمان أسطورة البلطجة الشاملة، وشوية قالوا لأ مش بلطجي، لدرجة إنه بقى حديث السوشيال ميديا كلها، والكل بقى بيتكلم عليه بعد انتشار صفحاته بشكل كبير على السوشيال ميديا، وكمان بسبب صوره وعلاقاته مع فنانين كتير، واللي أثارت الجدل وخلت الكل يسأل هو مين صبري نخنوخ؟ وإزاي قدر يتحول من تاجر خردة لكل الغنى والنفوذ ده كله؟ تعالوا أقول لكم مين هو صبري نخنوخ وإزاي زادت قوته ونفوذه بالشكل ده. الكلام المنشور عن صبري نخنوخ انه بدأ حياته كان شغال مع والده المعلم حلمي حنا نخنوخ تاجر الخردة، وليه اخين سامي وسعيد، وكانوا عايشين في منطقة السبتية. وطبعا السبتية معروف عنها انها منطقة ما بتخلاش من المشاكل والخناقات بين تجار الخردة، ومن هنا بقى بدأ المعلم نخنوخ يتدخل في المشاكل ويجمع اسلحة، وكان بيحب منها الآلي، وكانت اول خناقة كبيرة ليه مع بلطجي اسمه جمال وردة صاحب كباري في الهرم، وساعتها اتقبض على نخنوخ في ملهى ليلي في المهندسين، واعترف انه اشترى السلاح من تاجر في الجيزة، والغريب انه طلع من الحبس وخد براءة، وده اللي عمل جدل كبير قوي وقتها. واللي اتقال بعدها انه بعد الافراج عن نخنوخ في الخناقة دي قرر انه يسيب الخردة ويشتغل بلطجي، وفعلا كان والده عنده بيت في بولاق، وكان عبارة عن 5 أدوار بقى يجمع فيه رجالته، وقعد يدربهم على البلطجة، وبدأوا يعملوا حملات كبيرة على محلات وسط البلد، وفرضوا عليهم إتاوات. لما لقى الموضوع ماشي معاه وبيجيب فلوس، خد رجالته ونزلوا شارع الهرم، وهناك بقى اتفتحت له سكك كتير، واصحاب المحلات خصصوا له مرتب شهري. المهم ان المعلم نخنوخ في يوم وليله اتحول من ابن تاجر خرده لاحد اهم الملاك في مصر، وعنده معارض كتير بتبيع الات زراعيه في منطقه القللي، وكمان عنده توكيلات هوندا وغيره كتير جدا مكتوبين باسمه وباسم اخوه سعيد نخنوخ، وكمان بيملك قطعه ارض كبيره مساحتها حوالي 3 أفدنة جنب قصر المسعود عند فندق الواحه طريق مصر الاسكندريه الصحراوي، وكمان مركب عايمه في العجوزه، كمان موجوده هي عباره عن مطعم وديسكو. مش بس كده، ده كمان عنده قصر كينج ماريوت وفيلا في بحيره ماريوت على تبة عالية بتطل على البحيرة، وعنده فيلا تانية في الساحل الشمالي، وفيلا تالتة في شرم الشيخ، وفيلا رابعة في بورتو السخنة، وعنده كمان 26 شاليه. ده كله وضيف عليهم بقى مساحات أراضي كبيرة في اسكندرية ومحافظات تانية كتير، وكل الأراضي دي في كلام إنه استولى عليها بوضع اليد. ضيف بقى على كل الممتلكات دي أسطول العربيات اللي بيضم أحدث ماركات السيارات في العالم، منها الهامر وبي ام دبليو سياحية وواحدة تانية ملاكي وغيرهم كتير جدا. الغريب بقى ان نخنوخ محافظ على شهرته على السوشيال ميديا، ودايما بيشارك الجمهور بكل صوره الجديدة، وده مش عاجب ناس كتير وناس تانية بتتمنى تعيش زي صبري نخنوخ. انتوا كمان قولولنا رأيكم في قصة صبري نخنوخ واللي اتحول من تاجر خردة لواحد من اكبر اثرياء البلد.